على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. طبعا أولا أنا طالب عادي من طلبة الشيخ الله يحفظه، لأنه مو أبرز شيء رفعت لنا وايد يا أبو حيدر. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني واقعا في خلال هذه الرحلة يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يسخر للإنسان بعض الظروف اللي تفتح الآفاق للإنسان. واقعا هذه الرحلة من ضمن الظروف ومن ضمن التوفيقات الإلهية اللي بالفعل الله سبحانه وتعالى سخرها لنا وجعلنا نأتي إلى هذه الولايات المتحدة، وإن كان هذه الزيارة الرابعة لي بالنسبة للولايات المتحدة. أحسن. لكن واقعا من خلال التقائنا مع الشباب وشفنا حاجة الشباب وخلال الاحتكاك مع الشباب، الحمد لله رب العالمين اللي سخر لنا هذه الظروف اللي هي لنا هذه الظروف للالتقاء بالشباب. طبعا اول شيء يسمح لنا السيد ان شاء الله، يسمح لنا تجاسرنا على مقامكم سيدنا. واقعا قاعد اقول حق الاخوان ما لنا المفروض ان وقفه بوجودكم، لكن اسمحوا لنا. على اي حال ان شاء الله طبعا هذه محاضره اليوم ان شاء الله، ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فعلا واقعا لان نقوم لما يحب ويرضى، وان تكون هذه الدروس من ضمن الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن أمر مهم جدا في غاية الأهمية. لعل السؤال الإنسان أحيانا قد يسأل، لو شخص يسأل ما هو أثمن شيء لديك؟ شنو الشيء الثمين الذي تمتلكه؟ قد يجاوب الإنسان يقول أنا سيارتي، مثلا هاي السيارة بذلت مثلا وقت طويل جدا واشتريت هذه السيارة، فهذه السيارة غالية عليك، وبالتالي ما يقبل الإنسان مثلا هذه السيارة تخدش أو تدعم أو شيء يصير حادث، ما يقبل الإنسان. شخص آخر تعب أكثر قليلا فقال أنا بيتي أثمن لأن البيت أغلى من السيارة والبيت يدوم أكثر من السيارة. وهكذا بالقياس المادي قد الإنسان يعطي أشياء مختلفة كثيرة جدا. هذا بالنسبة للإنسان المادي، لكن بالنسبة للإنسان الإلهي، الإنسان المرتبط بالهدف الإلهي، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لأجل هدف. وبمعنى عندما نقول أن هنالك هدف، فيمكن أن نقسم البشر إلى تقسيمات متعددة. من أبرز هذه التقسيمات أن نقول أن من البشر من يعيش الهم الإلهي ويكون هذا الإنسان إنسان إلهية، والإنسان غير الإلهي الذي لا يعيش الهم الإلهي، أصلاً لا يلتفت إلى الهدف من خلق الإنسان. الإنسان الإلهي عندما تسأله شنو أثمن شيء، ما هو أثمن شيء لديك في هذه الحياة الدنيا، يقول بأن أثمن شيء لدي في هذه الحياة الدنيا هو ما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال التالي، ما هو الشيء الذي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؟ العمل الصالح هو الذي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. جيد، هذا العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان، أي يقوم به الإنسان؟ الإنسان من خلال حياته عندما يولد يعيش فترة من الزمن في هذه الحياة الدنيا، بعد ذلك يتوفى ينتقل إلى عالم البرزخ، فيبقى فترة من الزمان أيضا وينتقل بعد ذلك إلى الحياة الآخرة. ولذلك يعبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اليوم في هذه الحياة الدنيا، عندما يتكلم عن اليوم، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذن العمل الذي يقوم به الإنسان سوف يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، سواء كان هذا العمل عمل صالح أو عمل طالح والعياذ بالله. ولذلك هذا العمل إذا كان عملا صالحا فإنه سيقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والنتيجة ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا الإنسان سوف يدخل إلى جنة الخلد التي يتكلم عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأن في هذه الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن أثمن شيء يمتلكه الإنسان هو هذا العمل الذي يقوده إلى هذه الجنة، ولكن كما قلنا أين يقوم به الإنسان؟ سوف يقوم به في هذه الحياة الدنيا. إذن الجنة منوطة بالعمل الصالح، والعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا، وهذه الحياة الدنيا عبارة عن الوقت الذي يمضي في حياة الإنسان. ولذلك كما نعبر في هذه المحاضرة بأن أعمارنا هي مهر سعادتنا.
الإنسان في العادة المهر هو المهر الذي يقدم للزوجة. عندما يريد الإنسان أن يتقدم للزوجة يقدم لها مهرا. هناك بعض الأشخاص يعتقد أن قيمة ابنته سوف تكون بالمهر العالي، وحينئذ يشترط مهرا عاليا. هذا تقدير خاطئ، لأن الإنسان هو بقيمته مو القيمة. ولذلك كما يعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن أفضل النساء أقلهن مهرا. ولذلك سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت أقل مهرا. ولذلك أيضا لدينا سنة نستنبهها بأن يكون المهر مهر السنة وهو مهر فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان عندما يتقدم للزواج يقدم المهر، لأن هذه الزوجة سوف يبقى معها فترة طويلة من العمر، بل سوف يبقى كل عمره. فما بالنا بالجنة التي سوف يبقى بها الإنسان مدى حياة أبد الآبدين. وهذه الجنة التي لا نهاية لها، لا يوجد وقت أصلا حتى نقول هناك بداية وهناك نهاية. فإذا الجنة تحتاج إلى مهر غالي ومهر مرتفع الثمن وغالي الثمن، وهذا الثمن هو أعمارنا التي نقضيها في هذه الحياة الدنيا. قرأنا في ليالي القدر في شهر رمضان في دعاء أبي حمزة الثمالي عندما يطلب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه من الله سبحانه وتعالى بعد أن يقر بذنوبه بالقرب. قلنا الإنسان طبعا دعاء الإمام تعليم لنا، فالإنسان بعدما يقر أو يقر بذنوبه ومعاصيه يختتم الإمام صلوات الله وسلامه عليه دعاءه بعدة من الطلبات الإلهية. الأمر المهم جدا أن الإمام يقول لله سبحانه وتعالى واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه إلى آخر الدعاء. هذه الفقرات من الدعاء هي أمر مهم جدا، لأن الإمام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره. لكن لماذا يطيل في عمره؟ يطيل في عمره حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طلب من الله سبحانه وتعالى بأن يطيل الله سبحانه وتعالى عمر الإنسان هو طلب جيد، لكن حتى يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يتقرب؟ إن شاء الله سوف نبين بعد ذلك. الوقت في الحياة الدنيا هو من الأمور المهمة، ولذلك رجال الأعمال يتعاملون مع الوقت تعاملا دقيقا، لا يجعلون الوقت يمر عليهم، لأن الوقت ثمين، وبالتالي هناك صفقات سوف تمر على الأشخاص، وبالتالي لا يستطيع أن يضيع الوقت. وبالتالي عندما يكون لديه مثلا شخص قريب أو شيء، قد يقول لهذا الشخص انتظر إن شاء الله أنا أخلص من هذه الصفقات بعد ذلك إن شاء الله أنتقل إليك، لأن الوقت بالنسبة له ثمين. فإذا أضاع الوقت حينئذ الصفقات سوف تطير من بين يديه. هذا بالنسبة للإنسان التاجر. الإنسان الإلهي أفضل من التاجر. كل عمر هذا الإنسان هو بالنسبة لديه صفقة، وصفقة رابحة من خلال استثمار الوقت الذي يقوم به الإنسان بالعمل الصالح الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. هذا أفضل ربح يحققه الإنسان. التاجر عندما يحقق الربح قد يربح 100,000 دولار، قد يربح 200,000 أو 500,000، الآن 1,000,000 دولار مثلا. هذا 1,000,000 له فترة من الزمن سوف يبقى معه، ثم بعد ذلك يزول. أما بالنسبة للإنسان الإلهي الذي يقوم بالعمل الصالح فإن ربحه ربحا دائم، ربح دائم، هذا الربح لا يزول لا نفاد له. وبالتالي الإنسان يستثمر وقته في الأعمال الصالحة. وينبغي على الإنسان لا يضيع الوقت، لأنه إذا ضاع الإنسان وفرط فيه فحينئذ فإن الوقت لن يعود للإنسان. الآن وقت يمر علينا، هل يستطيع الإنسان أن يعيد الساعة التي مضت؟ هل يستطيع الإنسان مثلا أن يدفع 1,000,000 دولار ويرجع اليوم السابق؟ هل يستطيع؟ أن يستطيع. الوقت الذي مضى لن يرجع بعد، سوف ينقضي ولن يعود لهذا الإنسان أبدا. فإذا أضاعه لا سمح الله في معصية الله سبحانه وتعالى فإن التعويض سوف يكون صعبا. وكذلك إذا أضاعه ولم يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ أيضا فإن هذه خسارة كبرى. وكما هو المستفاد من دعاء أو أدعية وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أنقصت أو ما أنقصت ساعة أو ما أنقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك. هذا العمر عندما يمضي الوقت حينئذ عمر الإنسان سوف يقل،
ولذلك هذه العبارة التي يعبر بها أحد علمائنا عندما يحتفل الإنسان بعيد ميلاده عادة يسأل الإنسان يقول كم أصبح عمرك؟ يعبر أحد علمائنا حفظه الله يقول العبارة الأدق كم انقضى من عمرك لا كم أصبح عمرك، لأن العمر انقضى وحينئذ الوقت الباقي هو الذي ينبغي على الإنسان أن يستثمره استثمارا جيدا. ولذلك الإنسان كما تعبر روايات أهل البيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن الإنسان سوف يحاسب على الوقت الذي أهدره في معصية الله سبحانه وتعالى لا سمح الله، أو في الأمور التي لا تقربه من الله سبحانه وتعالى، كما هو الوارد في كثير من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بل أكثر من ذلك، قد الله سبحانه وتعالى سوف يحتج على الإنسان يوم القيامة، وحينئذ لا فائدة للندم، قد يندم الإنسان، كما تعبر بعض الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة بأن هنالك مثل صناديق تمر على الإنسان يوم القيامة، هي عبارة عن العمر الذي قضاه الإنسان. بعض هذه الصناديق سوف يكون بها النور والمجوهرات والأشياء الثمينة، وهي عبارة عن العمل الصالح الذي قام به الإنسان. بعض هذه الصناديق سوف تكون بها أمور نتنة، أشياء قبيحة، وهي الأعمال والمعاصي السيئة التي قام بها الإنسان. أيضا صناديق سوف تمر على الإنسان وهي فاضية فارغة لا يوجد بها شيء، هي عبارة عن الأوقات التي قضاها الإنسان بدون أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصناديق سوف يتحسر عليها الإنسان يوما قيام يوم لا ينفع الندم حينئذ، وحينئذ سوف يطلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله يقول له يا رب فقط رجعني يوم واحد، يوم واحد أنا لا أريد أكثر من يوم، أرجعني يوم واحد فقط لكي أعمل عمل صالح. لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه الجواب بأنه كلا وانتهى الموضوع، هذه الفترة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وواقعا الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه ينبهنا ويرسل إلينا تنبيهات ويرسل لنا رسائل تحذير، لكن كما يعبر أمير المؤمنين ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الخطأ فينا نحن الذين لا نعتبر من هذه العبر. كم هم الأشخاص الذين نعرفهم الآن ليسوا موجودين على وجه الأرض هم تحت الثرى، نعرفهم من أهلنا أصحابنا أصدقائنا وإلى غير هذه من الأمور. ولذلك أيضا يعبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن هذه الحسرة، فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة وأن تؤديه أيامه إلى الشقوة. أن الإنسان في هذا الوقت الذي يقضيه لا سمح الله إذا لم يكن في طاعة الله حينئذ سوف يقود الإنسان إلى الشقوة لا سمح الله. السؤال المهم، كيف يمكن لنا أن نغتنم العمر؟ كيف يمكن للإنسان أن يغتنم العمر؟ هل المطلوب من الإنسان أن يقضي وقته من بداية النهار إلى نهاية الليل فقط في الصلوات، وفقط يقوم بالطقوس والعبادات والأدعية، ويأخذ مثلا زاوية في المنزل، يقعد في زاوية في البيت ويفتح مفاتيح الجنان، يفرغ من مفاتيح الجنان يأتي بالقرآن، يفرغ من القرآن يصلي يقرأ الأدعية والقرآن، هل هذا هو المطلوب من الإنسان فقط؟ هل هذه هي العبادة فقط؟ في الواقع المطلوب من الإنسان أمور كثيرة، لكن عندما نريد أن نلخص ما هو المطلوب من الإنسان نقول أن المطلوب من الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى. السؤال المهم، ما هو المقصود بعبادة الله؟ هل المقصود من عبادة الله هي طقوس يؤديها الإنسان؟ هناك كثير من الأشخاص يصلي، يتصدق، يقرأ الأدعية، يقرأ القرآن، لكن أخلاق هذا الإنسان أخلاق سيئة، عندما يتعامل مع إخوته المؤمنين يتعامل تعاملا سيئا، تعاملا قاسيا. هذا الإنسان في الواقع هل استفاد من هذه الصلوات التي يصليها؟ هل استفاد من قراءته للقرآن؟ هل استفاد من قراءته للأدعية؟ هذا الإنسان لم يستفد من الصلوات والقرآن وغير هذه من الأمور، وإن كانت هذه الأمور الخلل ليس في القرآن وفي قراءة القرآن، الخلل في فهم هذا الإنسان للأمور التي يتقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينبغي عليه أن يفهم الدين فهما شموليا واسعا، وأن يفهم بأن المطلوب من الإنسان هو عدة من الأمور. الواجبات المتوجهة إلى الإنسان هي واجبات على قسمين،
من هذه الواجبات واجبات فردية متعلقة بنفس الفرد، وهي الصلوات والصيام والخمس والأدعية وغير هذه من الأمور، كما أن هنالك واجبات اجتماعية يجب على الإنسان أن يلتزم بها، كما أن هنالك محرمات فردية يحرم على الإنسان أن يقوم بها، كذلك هنالك محرمات اجتماعية يحرم على الإنسان أن يقوم بها. الإنسان عندما يريد أن يتقرب إلى الله يجب عليه أن يتقرب إلى الله عندما يفهم هذا الدين، عندما يفهم بأن من الواجبات الاجتماعية احترام الإنسان المؤمن، عدم انتهاك حرمة الإنسان المؤمن حاضرا كان أو غائبا، وأن يكون الإنسان خادما للإنسان المؤمن، أن يتشرف بخدمته للإنسان المؤمن. هذه من أهم الواجبات الاجتماعية، لا أن ينتهك الإنسان حرمة أخيه المؤمن من خلال اغتياب الإنسان المؤمن، من خلال عدم احترام الإنسان المؤمن، من خلال عدم التعاون وعدم إعانة أخيه الإنسان المؤمن. هذا الإنسان إذا فهم الدين فهما شموليا حينئذ يستطيع أن يتقرب إلى الله. كيف يمكن لنا أن نتقرب إلى الله ونحن لا نعرف ما يريده الله سبحانه وتعالى منا؟ إذن فرع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو معرفة كل أمر يقودنا ويوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس شأن ذلك الشخص الذي أدخل ذلك الرجل المسيحي إلى الإسلام. في رواية قصة ينقلها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بأن شخصا مسلما أدخل مسيحيا إلى الإسلام، بعد ذلك يذهب إليه في بداية النهار يقول له تعال معي إلى المسجد ونذهب المسجد نصلي صلاة الصبح. ذهب صلى صلاة الصبح، انتهت صلاة الصبح، بعد ذلك أراد أن ينتقل إلى المنزل، راح يروح إلى منزله إلى بيته، فطلب قال أنت إلى أين تذهب؟ المسلم يخاطب المسيح الذي اهتدى للإسلام، قال أنت وين رايح؟ قال بروح إلى البيت. قال لا، يجب أن نبغى حتى شروق الشمس ونعقب. بقى وعقب تهب خرجت الشمس، أراد أن يذهب إلى المنزل، قال وين رايح؟ قال بروح المنزل إلى أبناء إلى عيالي. قال لا، لازم نقعد إلى صلاة الظهر. بقى إلى صلاة الظهر، انتهت يمشي، قال لا إلى صلاة العصر. خلصت صلاة العصر، قال لا لازم نبقى إلى صلاة المغرب والعشاء. بقى إلى صلاة المغرب والعشاء، قال لا بعد ينبغي أن نبقى حتى نقوم بالمستحبات. قال هذا الإسلام أنا لا أريده، هذا الإسلام خلى لك، أنا عندي ديني أفضل. هذا الإنسان كما يعبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كما أدخل هذا المسيحي إلى الإسلام هو أخرجه منه. لماذا؟ لأنه لم يفهم الدين. الدين هو عبارة عن كل أمر يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا الأمور لا بحسب فهمنا القاصر، يعني ينبغي على الإنسان. ولذلك عندما نرجع إلى علمائنا، إلى كبار علمائنا، لماذا نرجع إلى كبار علمائنا؟ لأن هؤلاء الأشخاص فهموا الدين فهما شاملا، فهموا وعرفوا ما هو المقصود من الدين. لو أن كل شخص يريد أن يقوم بكل ما يحب ويهوى حينئذ لانتهى هذا الإسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الأكثرية في هذه الحياة الدنيا يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك، يضلوك. إذا الإنسان ينبغي أن يرجع إلى من يهديه ويعلمه الطريقة الصحيحة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول الذي ينبغي علينا أن نعرفه هو أن العمر هو نفس الوقت الذي نقضيه. عندما يسأل الإنسان ما هو العمر، شنو عمري؟ يقول له عمرك هو الوقت الذي ينقضي والوقت الذي انقضى والذي سوف يأتي. ولذلك لا فرق بين الوقت وبين العمر. يعبر أهل العلماء عن الوقت أو وقت الإنسان بمثابة رأس المال الضائع إذا لم يستغله الإنسان. لو أن تاجر ثلج يريد أن يتاجر بالثلج وما عنده رزق آخر، لا عمل لهذا الإنسان إلا بيع الثلج، وما عنده محل، ما عنده ستور تعليرهم، ما عنده محل، وبالتالي مضطر أن يبيع في الخارج تحت الشمس. لو يأتي شخص قريب من هذا الإنسان ويريد أن يتكلم معه، يدردش معه، يأخذ بالكلام، يتناول أطراف الحديث، وهذا الإنسان لديه ثلج وجد تحت الشمس، هل من المعقول أن هذا التاجر إذا كان تاجرا عاقلا أن يطيل الوقت في الحديث مع هذا الشخص؟ إذا كان زاهدا في رأس ماله ممكن،
لكن إذا لم يكن زاهدا في رأس ماله حينئذ لن يطيل الحديث مع هذا الشخص. أعمارنا بالنسبة إلينا هي بمثابة رأس المال الذي ينبغي لنا أن نستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن لا نهدره، حتى لا تأتي لهوة الندامة كما قلنا، وعندما يخاطب الإنسان حتى كما يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يا رب رجعني حتى لو يوم واحد، أنا مستعد بخالف حتى لو يوم واحد، حتى لو ساعة واحدة، حتى لو أي مقدار. لماذا؟ حتى أعمل عمل صالح. فيأتيه الجواب الإلهي كلا إنها كلمة قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله سبحانه وتعالى يقول لا، انتهى الموضوع، لا عمل. لماذا؟ يؤكد أن المؤمنين اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. فينبغي على الإنسان أن يستثمر، ولذلك ينبغي علينا أن نستثمر أوقات الفراغ، نستثمرها حتى لا نقع في المحرمات والعياذ بالله. من أهم الأمور التي توقع الإنسان في المحرمات هو وقت الفراغ الطويل الذي يقضيه الإنسان. ولذلك يعبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ. الإنسان عادة إذا كان فارغا شنو الأمر اللي يجي في بال الإنسان الفارغ؟ يريد أن يقتل الوقت، فماذا يقوم؟ إذا كانت لديه ميول يأتي بالميول، لكن هذه الميول لها وقت معين بعد ذلك تنتهي. يشاهد التلفاز، يشاهد أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الأشياء، ينتهي الوقت، الإنسان يمل من البقاء فترة من الزمان أمام هذه الأشياء. إذا كان للإنسان وقت فراغ حينئذ سوف يأتي له الشيطان. الشيطان يخاطب الله سبحانه وتعالى وعزتك لأغوينهم أجمعين، هو يحلف بعزة الله، والإنسان هو الذي يساعد الشيطان. المشكلة هنا، المشكلة أن الإنسان هو الذي يساعد الشيطان، لأن الله يخاطب الشيطان يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان، ماكو سلطان. الله سبحانه وتعالى خطابه خطاب الحق، لكن الإنسان هو الذي يساعد الشيطان على أن يغويه من خلال وقت الفراغ. إذا انتهى من الأمور المحللة سوف يأتي له الشيطان ويبدأ بالوسوسة إليه، وهناك ذلك النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي تتكالب عليه كل هذه الأمور والدنيا وغير هذه وأصحاب السوء وكل هذه الظروف والعوامل إذا اجتمعت على الإنسان حينئذ، وخاصة إذا كانت ظروف الوقوع في الحرام لا سمح الله مهيئة للإنسان. أبسط شيء حينئذ كما يعبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن كان الشغل مجهدة فالفراغ مفسدة، مفسدة أخلاقية تفسد روح الإنسان، وبالتالي يجب على الإنسان أن لا يكون لديه وقت فراغ طويل جدا. بالتالي ينبغي على الإنسان أن يمتن فرصة العمر وأن لا يهدر العمر حتى لا يتحسر على هذا العمر، كما يعبر أمير المؤمنين إنه لن يستقبل أحدكم يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. العمر واليوم الذي انقضاه عبارة عن جزء من عمرنا، وبالتالي هذا الجزء الذي انقضى لن يعود مرة أخرى. أيضا يعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. لو شخص يأتي إليك يقول أنا أريد منك مثلا 10,000 دولار، قد يكون عندك قد ما يكون عندك، قد يكون عندك لكن لا تريد أن تعطي 10,000 دولار، مبلغ ليس مبلغ صغير، مبلغ كبير حتى لو كان هذا الشخص شخص تعرفه. الرسول يحثنا على أن نكون أشح بالنسبة لأعمارنا، على أن يكون الإنسان أشح على عمره منه على الدرهم والدينار، وبالتالي ينبغي على الإنسان أن لا يضيع وقته في الأمور الفاسدة. ولذلك أيضا نصينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أمور قبل أن تأتي أربعة أخرى، بشبابك قبل هرمك، خاصة في فترة الشباب. طبعا بين قوسين هنا كما يعبر الإمام الباقر لعله أو الإمام الصادق، طبعا الشايب عندنا إحنا الشايب لما يصير كبير يصير لحيته بيضاء، لكن كما يعبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن الشاب هو الشاب الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يثنيه شيء عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما هو دارس عندنا الشباب هو شباب القلب مو شباب العمر، وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يستثمر
وقت طاقته حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الصحة قبل السقم وصحتك قبل سقمك. الإنسان لا يضمن، اليوم هو إنسان صحيح لكن لا يعلم، قد الإنسان في الغد بعد أسبوع بعد شهر أكثر أقل، الإنسان لا يعلم، قد يصيبه مرض وهو لا يحسب حسابا لهذا المرض، وكم هم الأشخاص الذين حصل بهم هذا المرض. وغناك قبل فقرك، الإنسان قد يكون تتوفر لديه المادة والوضع المادي يكون وضعا جيدا، ينبغي على الإنسان أن يستثمر هذا الوقت أفضل استثمار، لأن الإنسان كما هي الصحة كما هو الشباب، المال أيضا معرض للزوال، وبالتالي الإنسان لا يعلم متى يزول هذا المال. والأمر الأخير، حياة الإنسان قبل الممات، لا يوجد إنسان في هذه الحياة الدنيا يعلم متى سيموت، لا يوجد شخص كان كبير أو كان كبير، لا يوجد إنسان يقول سوف أموت مثلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، لا يوجد الإنسان علم بالموت، وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يستثمر، لأن الموت إذا جاء سوف يأتي بغتة. نستجيب بالله سبحانه وتعالى من أن نموت أو أن نخرج من هذه الدنيا وأن يكون لنا تبعة يعذبنا الله سبحانه وتعالى. هذا ما أدري يمشي ولا أنا يفهمون إن شاء الله أخونا. هل ما في شيء اسمه؟ ما لما تحطه كامل ما تمشي شو اسمه؟ لا تقطع شو اسمه هذا؟ ما تمشي ها؟ بس اضغط عليه ما يحتاج. ما ينضغط ما ينضغط. اضغط عليه. إذا أساس ما العرب يفهمون إخوان. على أي حال، فالمطلوب من الإنسان أمران، الأمر الأول أن يتطلع الإنسان إلى المستقبل وإلى ما هو مقبل عليه. الإنسان العمر مضى، عمر الإنسان مضى، فإذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى فخير وبركة، لكن إذا كان لا سمح الله في معصية الله سبحانه وتعالى، ما هو العمل، شنو العمل الذي ينبغي على الإنسان أن يقوم به حتى يتدارك العمر الذي ضاع في معصية الله سبحانه وتعالى لا سمح الله. العمر الذي انقضى انقضى، لكن إذا نظر الإنسان إلى الأمام من خلال الأعمال الصالحة من خلال الأمور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى سوف يتدارك تلك الأيام التي خلت، وبالتالي يجب على الإنسان أن يتطلع إلى المستقبل. هذا أول. الأمر الثاني أن يشتغل في هذا العمر وأن يقضي العمر في كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة لا بأس من التوقف عندها، كما قلنا المطلوب من الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله سبحانه وتعالى ما هو المقصود بها؟ المقصود بها هو كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هنا هذا المفهوم مفهوم شامل، مفهوم واسع، وبالتالي هذا المفهوم الواسع، هذا المفهوم الشامل سوف يشمل كثيرا من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. المشكلة أن الإنسان لا يلتفت بأن هذا العمل الذي يقوم به الإنسان قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. مثلا الإنسان يستطيع من خلال الطعام الذي يتناوله أن يقوم بعبادة من خلال النية التي يقوم بها الإنسان. إذا نوى الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو أن يتناول هذا الطعام حتى يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تناوله للطعام سوف يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ذهب الإنسان إلى الجامعة إلى المعاهد إلى المنتديات العلمية
حتى يسعى إلى رفع كلمة الإسلام عاليا، حينئذ هذا العمل الذي يقوم به الإنسان هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان عمل دنيوي ويتعلم العلوم الدنيوية، لكن هدف وهم هذا الإنسان هو أن يرفع كلمة الإسلام عاليا، حينئذ هذا الإنسان في الواقع إنسان إلهي، هذا الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا ذهب واشترى هدية لأبنائه حتى يدخل الفرح والسرور على قلب أبنائه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا العمل الذي يقوم به الإنسان هو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله. إذا سعى الإنسان المؤمن إلى رفع الهم والغم عن أخيه المؤمن من خلال ابتسامة، من خلال مساعدة مادية أو معنوية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا العمل الذي يقوم به هذا الإنسان هو عبارة عن عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. في الواقع العبادة لا تنحصر فقط في الصلاة، هي لا تنحصر فقط بالدعاء، لا تنحصر فقط بقراءة القرآن، وإن كانت هذه الأمور جيدة، لكن كل عمل يقوم به الإنسان بقصد التقرب إلى الله ونيل رضا الله سبحانه وتعالى حينئذ يكون عبادة. الأمر المهم أن نعرف الأمور التي تقربنا من الله فنقوم بها، وأن نعرف الأمور التي تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى فنبتعد عنها، وحينئذ سوف يكون الإنسان إنسانا إلى آخره. ولذلك فيما نغتنم أعمارنا ونستثمر هذه الأعمار، طبعا نستثمرها في كل عمل يقربنا من الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في كل عمل يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى، كما يعبر الأمير عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين: إن عمرك مهر سعادتك إن أنفذته في طاعة ربك، وإلا لا سمح الله حينئذ لن يكون هذا العمر إلا حسرة ووبالا على الإنسان يوما قياما. وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يقسم وقته إلى أجزاء، جزء يرتبط بقضاء حوائج الإخوان المؤمنين، وجزء مرتبط بقضاء حوائج الإنسان المادية المعنوية وغيرها، من غير أن يقع الإنسان في المحرمات لا سمح الله، وجزء أيضا خاص للطلب من الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله سبحانه وتعالى، كما يعبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بذلك نكون قد حصلنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة إذا قمنا بهذه الأعمال. يعني الإنسان قد يعتقد البعض بأن الإنسان الذي يكون إنسان سعيد يجب فقط أن يكون عالم الدين، يعتقد أن عالم الدين هو فقط الإنسان السعيد، لأن هذا الإنسان اشتغل طول العمر في تحصيل العلوم وفي هداية المؤمنين. لكن في الواقع كل إنسان يستطيع أن يحصل على السعادة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا من خلال الاشتغال بالأمور التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة حينئذ سوف نجني ثمرة هذه الأعمال. هنا طبعا يشتغل ما في انترجي؟ ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستثمر كما قلنا قبل قليل فترات العمر، لأن العمر سوف يمضي، العمر سوف ينقضي، وكما هو الواضح بأن الإنسان هنالك له مراحل عمرية يمر بها، فترة الشباب، فترة الصبا، فترة الشباب، فترة الكهولة، بعد ذلك يدخل في العمر المتأخر. فإذا لم يستثمر الإنسان فترات شبابه وقدرته حينئذ هذا الإنسان سوف يعاني، لأنه إذا وصل إلى أرذل العمر لا سمح الله فحينئذ هذا الإنسان لن يتمكن من القيام ببعض الأمور التي يستطيع من القيام بها في فترة الشباب. واضح في فترة الشباب هناك كثير من الأمور، خاصة في عز القوة وعزة القدرة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، بالتالي يستطيع أن يقوم بكثير من الأمور. ما لم يستثمر الإنسان هذه الفترة سوف ينقضي به العمر ويصل إلى أرذل العمر، فإذا وصل إلى أرذل العمر حينئذ بعد ذلك إما أن هذا الإنسان سوف يكون وبالا على غيره، أو أن هذا الإنسان في نهاية المطاف سوف يموت وينتهي به الأمر. لبعدهم بحيث لا يمت.
هنا طبعاً الإمام أيضاً الرضا صلوات الله وسلامه عليه ينبهنا إلى أمر في غاية الأهمية. سؤال قد يسأله البعض، الله سبحانه وتعالى لماذا أخفى عنا وقت مماتنا؟ ليش الله سبحانه وتعالى لماذا لم يخبرنا؟ يخبر كل شخص بأنه سوف تموت مثلاً في هذا اليوم أو في هذه السنة أو بعد فترة من الزمان، لماذا لم يخبرنا الله؟ هنا يؤكد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بأن الفلسفة من إخفاء الموت هو أن يعيش الإنسان بين نورين وأن يكون في قلبه نوران، نور رجاء ونور خوف من الله سبحانه وتعالى، كما تعبر الروايات بأن هذا النور لو وزن لما زاد وزنه على هذا النور الآخر وهما نور الرجاء ونور الخوف. إذن ينبغي على الإنسان أن يكون لديه نور رجاء ونور خوف. كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى، كل ابن آدم خطاء، لكن أفضل الخطاء هو من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتدارك كما قلنا هذه الذنوب وهذه المعاصي التي ارتكبها واقترفها هذا الإنسان، وبالتالي يجب أن يكون لدى هذا الإنسان رجاء من الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يتوب عليه، أن الله سوف يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، حتى عباده العاصين، حتى عباده المخطئين. ولذلك يرد عن أحد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن أحد الأنبياء مكث فترة في قومه ولم يستجب قومه له، دعاهم فترة من الزمان ما استجاب حقه، فرفع يده إلى السماء طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يقضي على هؤلاء القوم. الله سبحانه وتعالى أوحى لهذا النبي أن اذهب إلى البلدة الفلانية، سوف تجد خزافا يصنع الخزف، واطلب من هذا الخزاف أن يكسر جميع الخزف الموجود لديه. عندما توجه هذا النبي إلى ذلك الخزاف وطلب منه هذا الطلب، قال أنا ما أكسر هذا الخزف، أنا تعبان على هذا الخزف، أنا بإيدي سويت هذا الخزف، كيف يمكن لي أن أكسر هذا الخزف؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى ذلك النبي إذا كان هذا الخزاف يتحسر أن يكسر هذا الخزف الذي صنعه بيده، كيف تريدني أن أعذب وكيف تريد أن أقضي وأهلك هذه الأمة وهؤلاء القوم وأنا الذي صنعتهم بيدي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هؤلاء العباد، وبالتالي الله يحب العبد، الله سبحانه وتعالى أرأف بالعبد من أمه وأبيه، الله يحب العبد أكثر من أمه وأبيه، وبالتالي الإنسان هنا يكون يتولد لدى الإنسان الرجاء. في المقابل لا ينبغي أن يكون الرجاء طاغيا على هذا الإنسان، ينبغي أيضا أن يكون هذا الإنسان أيضا لديه نور الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو رؤوف رحيم كذلك الله سبحانه وتعالى أيضا شديد العقاب. فالحكمة من إخفاء الموت هو أن يعيش الإنسان حالة الرجاء وحالة الخوف، وأن لا يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. هنا يقول الإمام ولقائل أن يسأل، الآن نشوف بالوجدان مع أن الموت مخفي على الإنسان إلا أن هذا الإنسان هو طاغ في الأرض، يعصي الله سبحانه وتعالى، يذنب بأنواع الذنوب المختلفة. هنا يرد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بأن الخلل هو في نفس الإنسان مو في الحكمة الإلهية. بعدها أبو حجر يا سلام إن شاء الله. المايك سيد جاسم، المايك ولا لا بس يا ولدي سريع.
سبع كده لبوشهم يعني مفصلين سبع لحظاتي لبوشهم وحد في احساس داشت سنون حالا هیچ وقت من یادم نمیاد. یکیش اینه حالا اینجا اینجا عرض میکنم در یکی از حالا احساس کردم که دارم من میرم احساس کردم که مرگ در مقابل من کاملا در مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده و به طور خلاصه در یک کلمه اگر بگم احساس کردم که در اون حال انسان هیچ دستاویزی وجود خدا نداره هیچ دستاویزی یعنی هر چند عمل پشت سر خودش هم داشته باشه باز اگر به حضور الهی رو قدمان به جلب کنه و رحمت خدا رو مدیم جلب کنه آدم خواهد به جلب نیسته آدم شک میکنه این حال با اخلاص بجا بردم آیا میگتم صد درصد خدایی بود آیا توش شرک نبود آیا توش ریا نبود آیا توش ملاحظه ای اون نبود میدونیم اینجوری ها چون ما ها با مرکز قلوبی بودیم واقعا همه شایبه ها در ما هست متاسف اینجور انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاری بین زمین آسان احساس رو و منقطع میشه از همه چیز منقطع میشه و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم و تضرع کردم پیش خدای من تواددار میبینی که من چرا دستم خالیه و چقدر محتاجم اگر تفضلی بکنی کردیم و الا ما رفتیم منظورم مردن نبودم رفتن از بادی سعادت بعد دیگه بیهوش شدم نه الهی يمكن ما أبين كل آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله سيد قائد طبعاً حصل انفجار وبالتالي خلال الانفجار السيد حفظه الله الإمام القائد ذهب إلى المستشفى وصار في حالة غيبوبة فهنا باختصار قصة ينقلها السيد بأن السيد كان بين الدنيا والآخرة وأن الإنسان لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لا يوجد لديه شيء لأن حتى هذه الأعمال التي نقوم بها في هذه الحياة الدنيا هي بمعونة الله سبحانه وتعالى من الذي أعطى المال للإنسان؟ أليس هو الله؟ من الذي أعطى الصحة للإنسان؟ أليس هو الله؟ من الذي أوفر كل هذه الظروف للقيام بالعمل الصالح؟ أليس هو الله؟ بالتالي الإنسان لا يمتلك شيئا كل ما قام به في هذه الحياة الدنيا هو من عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي الإنسان ينبغي عليه أن يطلب من الله سبحانه وتعالى حتى يحصل على الرحمة الإلهية هنا طبعاً بالختام الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يوصينا بعدة من المصالح أيها الناس الآن من قبل الندم ومن قبل أن تقول نفس يا حسرتي على أو يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله لا في هذه الحياة الدنيا والوقت متاح والظروف والعوامل متاحة للإنسان إذا لم يستثمر الإنسان هذه العوامل هذه الظروف حينئذ هذا الإنسان سوف
ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخر، عالم البرزخ وعالم الآخر، فإذا لم يستثمر سوف يتحسر على هذه الأيام. أيها الناس، الآن ما دام الوفاق مطلقا والسراج منيرا وباب التوبة مفتوحا، من قبل أن يجف القلم وتقوى الصحف، حينئذ لا ينفع الإنسان الندم ولا ينفع الإنسان الحسرة والندامة. وبعد في الختام أيضا يعبر عليه الصلاة والسلام: من أحب البقاء فليعد للبقاء بقلبا صبورا. النتيجة التي نريد أن نصل إليها، المحصلة والخلاصة، هي أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا سوف يبقى فترة من الزمن، وسوف ينتهي به المطاف إلى أن ينتقل إلى عالم آخر، وهذا العالم الآخر يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى ثمن. هذا الثمن هو عبارة عن الأعمار التي نعيشها في هذه الحياة الدنيا، وعبارة عن العمل الصالح الذي نقوم به في هذه الحياة الدنيا. وبالتالي ينبغي علينا أن نستثمر أوقات عمرنا فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أفضل استثمار كما قلنا، وأن نعرف الأمور التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، وأن نستثمر وقتنا أفضل استثمار حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا ختام صحيح؟ أعتقد هذا اللي تحته لا وقت كمان ممكن ولا لا على الأذن. الله يعافيك. ممكن شوي اسحب وقتي؟ تفضل. الاسم والرقم بس. الاسم خالد جاسم. حلو. الرقم 52 44 03. تمام. تفضل. عطنا 4 ساعات تسوق مارينا، و3 ساعات سواق تليفون، ساعتين بلاي ستيشن دوانية. حلو. ساعة كوت، و 3 ساعات تمشي كار خليج الخميس. عطنا ربع ساعة عن كل صلاة ربع ساعة ولا صلاة واحدة ربع ساعة؟ كل صلاة ربع ساعة. ماشي. هذه فاتورة بس، تفضل فاتورة. شكرا. اوه هذا خالد. هلا احمد. هلا شلونك؟ الحمد لله تمام. طيب؟ الحمد لله. ما شايفك؟ يا احسن من وجه شوي. لا عاد انا ثاني ساعة فاك شو فاتورتي. اوف 4 ساعات مرينة، 3 ساعات تلفون، 2 ساعتين بلاي ستيشن، مشاركة، وربع ساعة بس حق الصلوات. ايش دعوة عادي يعني، على العموم انا ماشي تابع شيء. لا بس الله يوفقك، بس ترى الوقت يمر بسرعة. يعطيك العافية اخوي. الله يعافيك. ممكن شوي اسحب من وقتي؟ اي تفضل. الاسم ورانا بس. خالد جاسم. الرقم 52 77 03. عفوا اخوي رصيدك خلص. شلون؟ رصيدي انا خلص؟ يعني شلون؟ يعني خلاص؟ انتهى وقتي؟ انتهى وقتي بالدنيا؟ انت من صدقك؟ لا مستحيل. بس انا مو مستعد. انا مو مستعد حق اللحظة. شلون بقابل ربي وانا كل وقتي ضاع باللعب والقز والضارب بالشوارع؟ بقابل ربي بشنو؟ شلون حجاوبه اللي سألني عن وقتي؟ وعن شبابي شلون قضيتهم؟ وعن فلوسي صرفتهم شنو؟ أقولها بالذنوب؟ أقولها بالمعاصي؟ لا مو معقول، مو معقول. يا ليت لو قضيت وقتي بالطاعة، يا ليت لو قضيت شبابي مع الصحبة الصالحة، يا ليت لو صرفت فلوسي بصدقات، يا ليت يا ليت. لكن شنفع الندم الحين؟ شنفع الندم الحين؟ في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يدخلنا في كل خير أدخل فيه محمدا وأهل بيته الأطهار، وأن يخرجنا من كل سوء أخرجهم منه، وأن يجعلنا من الذين ينتصر بهم لدينه، وأن لا يستبدل بنا أحدا غيرنا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بابا انا حيطر على الكتب.
هل يجوز ان يكون وقت الامتحان لبني البشر متساوي؟ عفوا بس الى من باب تكافؤ الفرص والعداله. يسال سائل: الا يجب ان يكون وقت الامتحان متساوي لكل البشر؟ بمعنى اذا كان في عندك طلاب يفوتوا على الامتحان، صحيح، والدنيا امتحان، هل يجوز ان تعطي لاهل الطلاب وقت 10 دقائق والاخر ربع ساعه والاخر ساعه والاخر ساعتين؟ ام يجب ان يعطوا كلهم من باب تكافؤ الفرص الوقت ذاته؟ فنسالك الجواب. طبعا هذا البحث لعله مرتبط بالعدل الالهي، سبحان سيدنا. طبعا اذا انتم عندكم اجابه هم لا بس نستفيد من السيد. طبعا بالنسبه للعدل الالهي، هناك للعدل عدة من المعاني. أحد هذه المعاني إعطاء كل ذي حق حقه. واضح. أحسن. طبعاً هذا شيء. المعنى الآخر للعدل هو أن يعطى كل إنسان بما يتناسب معه. يعطى كل إنسان بما يتناسب معه من القابليات. فقد تكون قابلية هذا الإنسان أن يكون له هذه الفترة أو هذه الفترة من الزمن. وبالتالي لا نستطيع ان نقيس فلان على فلان، يعني لا نقول بان لماذا هذا الشخص اخذ مثلا فتره طويله 100 سنه مثلا، ولماذا هذا الشخص اخذ 10 سنوات. عرفت شلون؟ لان قابليه هذا الانسان للاستفاده هي هذه القابليه، وقابليه ذلك الشخص هي قابليه اخرى، وبحث مفصل. لا بس ايضا السيد، ايضا سيدنا اذا تريدون ايضا تجاوبون ايضا على اجابه هم لا بس استفيد منكم. لا بالعكس نستفيد منكم سيدنا، عرفتوا سامحونا احنا ما جاري على مقامكم سيدنا. خدمتك وخدمتك. ما بينك على الان في هذه الساعه. الله يسلمك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله الله يسلمك. حتى الاخوان والشباب اللي يغادرون يعني السؤال والاستيضاح لبعض الامور، هذا شيء جيد يعني يستفدح السؤال. سيدنا سؤال اخر انه عندك بعض الاطفال من بني البشر الذين يتوفون قبل ان حتى يكلفوا، فهون كمان شو برأيك في السبب لم يدخلوا هذا الامتحان؟ يعني ناس تدخل هالامتحان وناس لا تدخل هالامتحان، ناس فكمان شو تحليلك السريع للموضوع؟ أنا أقول لكم هذا طبعاً أسئلتكم تقريباً غالباً مرتبطة ببحث العدل الإلهي. بحث العدل الإلهي غالباً يحتاج إلى شوية تقريباً بسط في الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى واضح، الله عادل، هذه عقيدتنا في الشيعة الإمامية الاثني عشرية، الله عادل ولا يظلم، عرفت شلون؟ فمثل ما قلت لكم احيانا قد يكون هذه هي المصلحه. الله سبحانه وتعالى وفقا للمصلحه الالهيه قد يكون هو ان يمضي هؤلاء الاطفال. قد يكون احيانا اطاله عمر الموت رحمه للانسان كمان حتى لا يقع بالمعصيه. صحيح. يمكن هذا تفسير. لا انا هو قاعد اقول اصلا انا قاعد اقول لك العدل بعده معاني، منها هو مراعاه المصلحه. يمكن لو انه يطول له عمره يعني يرتكب جنيه او يرتكب قد يكون الموت له رحمه لحتى ممكن. ممكن وين كان قاعد اقول لك محتاجين في هذا البحث هذا ان شاء الله السيد معاكم ان شاء الله ما يقصر ان شاء الله، لان هذا محتاج احيانا السيد انتم ادرى بعد بحث العدل خاصه العدل الالهي من الامور اللي محتاجه الى بسط الكلام. بارك الله فيك. الله.